رغم كونها واحدة من البيئات الطبيعية الفريدة، تشكو جزيرة سقطرى من المخلفات البلاستيكية التي تهدد بيئتها. جزيرة سقطرى تتمتع بأجواء نقية وبيئة جعلها محل اهتمام السياح الأجانب الذين يبحثون عن المناطق الآمنة صحيا والبعيدة عن تلوث البيئة. البيئة في الجزيرة تعاني الإهمال، وهو ما يجعلها في وضع خطير ضمن ترتيب المناطق الصحية التي ينصح بزيارتها. معنا سبرة وكرتب وبونهن وقمحيم وتريمو والسبرة، أنواع الموجودة عندنا كلها علاجية، ولكن يشتي فحص ويشتي خبراء الذي يفهموا عنها منشان يحدفوا منها إذا في مضرة أو في يعني حاجة سامة فيها، وإنما هي كلها علاجية. ما يميز الجزيرة هو توفر أشجار ونباتات فريدة لا توجد في غيرها، حيث تتمتع بنحو 350 نوع من الأشجار والنباتات النادرة التي لا تتواجد إلا في الجزيرة. تفتخر في البيئة، في الأشجار النادرة، في الأحجار المرجانية، في الهواء الطيب، ويجيب هذه المناخ نحافظ عليها، كما نحافظ على أنفسنا وعلى عيالنا وعلى أسرتنا. انتشار القمامة والبلاستيك خطران يهددان البيئة الصحية للجزيرة، حيث انتشرت القمائم بشكل مخيف في ظل عدم اهتمام من الجهات المختصة التي لم تستطع إيجاد صندوق نظافة للجزيرة حتى الآن. ما فيش إلا المكاون، المبلغ الرمزي يأتي عبر شغال، يأتي عبر البيئة، حاجة بسيطة نسلمه للمقاول، يستلم المقاول هذا المبالغ ويكون معه سيارتين نظافة. هي سيارتين نظافة، في سيارة وصلت نحن دعم، وصلت على فاعل خير من الإمارات، والسيارة الأخرى حق المقاول واحدة فقط. فنعاني في هذه المشكلة. السواح الأجانب أشاروا إلى مشكلة انتشار البلاستيك في الجزيرة. بسبب الحياة الخاطئة في سقطرى، مثلا لما يشوف البلاستيك زي ما يشوف في كولنسيا، وأيضا ضمن الحياة يعني المتعبة، مش الخاطئة المتعبة، تريكينج اللي هي مشي للكاف. منطقة سياحية وبيئية كجزيرة سقطرى لابد لها من اهتمام خاص من الجهات المختصة، بما يجعل منها منطقة جاذبة للسياح وبما يحفظ عليها بيئتها الصحية والنقية. مختار الرحبي لبرنامج صدى الأسبوع. رغم الحاجة الماسة لها، استجابت الجهات المعنية بمديرية خيران محافظة حجة لمطالب الأهالي بتوفير مبنى الوحدة الصحية، إلا أنها تفتقر لأبسط التجهيزات والخدمات، كما تهددها السيول حيث موقعها بمجرى السائلة. بني هذا المركز الصحي الواقع بمنطقة بني حملة بمديرية خيران وسط واد وهو مجرى السائلة، الأمر الذي أدى إلى هدم سوره وبناء آخر، ما يدل على الإهمال حد قول الكثيرين، ويدل على الفساد أيضا. فهذا السور وبالرغم من كونه بسيط، إلا أنه كلف مبالغ مالية خيالية كما قال البعض. هذا المركز الصحي تعرض لإنهيار وتعرض لتربة، يعني كاد أن ينطفئ أو يندفن. المقاول هذا يعني تقاول هذا الجدار ب8,700,000. تصور أن هذا الجدار يعني الذي لا يكلف 1.5 مليون الآن ب8 مليون تمام ولا لا، و700,000. وهذا أظن أنه فساد، يعني فساد في خزينة المديرية، فساد في خزينة الدولة. لابد أن تكون المشاريع تنفذ بأمانة وبإخلاص. حتى اليوم لم يستفد بعد أهالي منطقة بني حملة بخيران من خدمات هذا المركز الصحي الذي جاء بعد شق الأنفس وأثث من قبل متطوعيهم، وهو اليوم على وشك الانهيار بسبب السيول التي لعبت دورا كبيرا في ذلك. قام المدير بتكليف المقاول والأمل، حتى الأمل الذي للجدار كان غير صحيح، لأنه يبدأ من منسوب 130 ويكون الجدار إلى منسوب 60، فبني على واحد مسار من البداية حتى النهاية تمام. فالآن مع نزول المطر دخل الماء إلى المركز الصحي. تتح بسبع موظفين، 3 منهم رسميين و4 متطوعين. لم يبقى معي إلا أنا مدير المركز كأنه رسمي موظف، و2 متطوعين. ورغم ذلك المركز قام بكل الأمل المناضبه كمركز،
بالمتطوعين مع الإدارة فقط، لينقصنا كادر نسائي، ينقصنا تأثيث، ينقصنا مثلا كل اللوازم، يعني المعدل المركز الصحي لم توجد ولم توفر. يأمل المواطنون في خيران من الجهات المعنية سرعة إنقاذ المركز الصحي ووضع حل جذري لهذه المشكلة، نظرا لحاجتهم الماسة لخدمات المركز الصحي الوحيد في المنطقة. محمد البطاح لبرنامج صدى الأسبوع. فاصل ونواصل ما تبقى في هذه الحلقة من صدى الأسبوع. الحدائق والمتنزهات بأمانة العاصمة، شكاوى تتكرر لغياب الخدمات. حضارات وشواهد إبداع اليمنيين في مهرجان صيف صنعاء السادس. أهلا بكم من جديد. في حالتين إنسانيتين بمحافظة إب، شابين تعرض للحريق في مواقع وأوقات مختلفة، أحدهم متفوق دراسيا ولكن شكله المزعج بسبب الحريق يشكل له معاناة، فيما الآخر يعمل بورشة احترق جسمه كاملا، وينشدان مساعدتهما في العلاج من الوضع المأساوي الذي يعيشانه. بهذه الملامح المشوهة يعيش حمزة منذ أن التهمته النار عندما كان عمره شهرا، ليبدأ رحلة معاناة مع آثار هذا الحريق التي كبرت معه كلما كبر في السن، لتكبر معه آلامه الجسدية والنفسية وتجعله يشعر وكأنه يعيش في عزلة، في ظل نظرات الاستغراب والفزع من قبل من يرونه، وفي ظل عجزه عن إجراء عمليات تحسن من شكله وتساهم في تخفيف آلامه. حدث لي هذا الحادث وعمري شهر، كنت صغير جدا، وأنا الآن أدرس في الصف الثالث الثانوي في مدرسة خالد ابن الوليد، ولكني أعاني بين الناس من مشاكل نفسية، عندما ينظرون لي بنظرة يعني استغراب واستعجاب، كأنني كائن غريب بينهم. رغم المعاناة النفسية التي تحاصر هذا الوجه الذي تغيرت كل ملامحه، إلا أن صاحب هذا الوجه حمزة أبى إلا أن يهرب من ذلك الحصار ليمارس حياته بشكل طبيعي ويضع لنفسه مكانا بين المتفوقين بعين واحدة ويد واحدة. وأنا أحتاج إلى عملية تجميل في الخارج، لأن هنا في اليمن لا توجد عملية تجميل، فهنا عملية التجميل يعني متدنية، وأنا من أسرة فقيرة ولا أقدر السفر إلى الخارج، وناشد الناس الخيرين أن ينظروا لحالتي ويساعدوني قدر المستطاع، والله يجزيهم بخير إن شاء الله. فشفنا الطالب وجدنا أنه عنده اهتمام وميول كبير للتعلم، وقدراته تفوق رغم الحالة المرضية التي تعرض لها والتي يعاني منها، وكان أقل واجب أن احنا نعمله أن احنا نقدم لهذا الطالب الجو المناسب، وهو يعتبر من أفضل الطلاب كما يبلغني المدرسين بأن هذا الطالب طالب ملتزم ومثابر وعنده طموح عالي وكبير وذكي جدا، فاضطرينا أن احنا نتقبل هذا الطالب وبدون دفع أي رسوم، وهذا أقل واجب إنساني نقدمه. طبعا يعتبر الطالب حمزة من أفضل وأرقى الطلاب داخل المدرسة، ويعتبر مثالا ناجحا يقتدى به سواء في حارته أو في المعهد الذي يدرس فيه، وذلك لأكثر من سبب، وذلك لتفوقه في دراسته والتزامه أخلاقيا وعباديا. وأنا أتمنى من كل فاعل خير يعني ينظر إلى حالته ويقدر يعني الوضع الذي يعيش فيه، ونحن نتمنى أن يسوي له عملية تجميل يعني نظرا للبيئة التي يعيش فيها. وليس ببعيد عن حمزة هذا الشاب وائل سمير الذي كان ضحية لحادث حريق أثناء قيامه بتعبئة مادة البنزين لمعطور الكهرباء في المكان الذي كان يعمل فيه. لا يهمه الجانب التجميلي بقدر ما يهمه أن تعود يداه للحركة بشكل طبيعي ليتمكن من العودة للعمل ومساعدة أهله في ظل ظروفه المادية الصعبة، وهو يحتاج لعملية، وهذه العملية لا يمكن إجراؤها إلا في الخارج.
حرقته كامل. لي سنتين بداخل مستشفى الجمهوري بصنعاء تعالج، عملوا لي عملية زراعة بالبطن والصدر واليدين والرقبة 3 مرات، عادي خارب معلق ولا نحتاج ليدات مفاصل ما يشتغلنش. نصحوني الأطباء قالوا ما أبل العلاج بالخارج، أشي لابو واحد فاعل خير يساعدني السفر الخارج، لأنه لا ما معيش إمكانية السفر ومعيش حاجة. وأشي لأنه تعالج لي أرجع أطلب الله على نفسي وأساعد أسرتي وأساعد أبي، لأن الحالة عندنا متعبة. وهكذا يظل الحريق هو العدو القريب جدا للإنسان إذا لم يحترس كثيرا لأسبابه، ولكن بالمقابل هنا نقف مع حالتين إنسانيتين للوقوف معها، لعل وعسى يتمكن الخيرين من مساعدتهم على إجراء عمليات تساعدهم على الحياة بشكل طبيعي. لبرنامج صدى الأسبوع، حنان طه العواضي، محافظة إهب. تشهد الحدائق والمتنزهات بأمانة العاصمة ازدحام شديد في الأعياد والعطل الرسمية وإقبال متزايد رغم تذمر الكثيرين من سوء الخدمات. مشاهد الحدائق والمتنزهات وهي تكتظ بالزوار والعائلات يبعث على الشعور بالسعادة، ورؤية الأطفال يبتسمون وهم يمتطون الألعاب تجلب السعادة والفرح. لكن مشاكل الحدائق والمتنزهات تعكر من هذه الأجواء. قناة السعيدة كما عودت الجميع بنقل الحقيقة والمعاناة كما هي، نزلت إلى الحدائق العامة لنقل مشاكل الزوار وإيصالها إلى الجهات المختصة لإيجاد الحلول لها. عكسوا بنات، ما فيش رجل أمن يوجه يقول يعني يضبط، ايوه ما فيش حمامات يعني فوضاها، ما فيش نظافه، ما فيش يعني حدائق، ما فيش في حدائق كثيره بس ما فيش خدمات. اول المشاكل واجهتنا هي الزحام الشديد، مما يجعل الحدائق والمتنزهات مكانا لا يختلف عن الاسواق والشوارع العامه. لا من اولياء الامور ولا من الحديقه نفسها ما بش متابعه باستمرار. برضو الحمامات ما بش يعني الا واحد حمام، مسجد واحد للنساء والرجال يعني بعيد. الحديقه ما شاء الله كبيره والحمامات قريب، ما هو الا واحد. والازدحام الشديد ضيع الاطفال باستمرار، يعني حتى ما بش يحرص على الطفل نفسه بيتمرد. ما فيش امن كافي لها، انا حتى تلاحظ مشاكل دائما في كل لعبه، يا زحمه يا مضاربه يا اختفاء الخدمات الاضافيه في الحدائق العامه، فلا وجود للحمامات التي لا بد من توفرها في هذه الاماكن التي تمكث بها العوائل لساعات طويله. عدم الاهتمام بالنظافه وانتشار القمائم في انحاء متفرقه من الحدائق يضيف معاناه الى الزوار. اهم المشاكل من نقطه يعني واحده، كثره الشباب الذي بدون عمل، هذا يسبب هذا واحد منهم. ثانيا الله يعزك، حتى لو ما الطفل يصيح شتي يتبول احنا بني ان يروح. المواطنون خلال اجازه العيد يتوافدون الى الحدائق والمتنزهات للترويح عن انفسهم وعن اطفالهم، لكن مشكله التعرض للاسر من قبل الشباب وانتشار المعاكسه في الحدائق العامه لا بد من ايجاد حلول جذريه لها، ولا بد لرجال الامن ان يقفوا حيال هذه القضيه. والله بيحصل ان في مضايقه للنساء وكذا في خيمه المسرح الذي بتقيم فيها الاحتفالات او في اي مكان ثاني، فبنقوم بضبط الاشخاص الذي بيقوموا بهذه الاشياء ويتم ضبطهم وحالتهم للجهة المختصة. نوجه المختصين وعلى رأسهم الأستاذ عبد القادر هلال أنه يعني احنا نمنع الناس، يعني مثلا في يومين للنساء الاثنين والثلاث، فاحنا نمنعهم من هذا ويصيروا يتقفزون فوق السور. في العاصمة صنعاء يوجد نحو 80 حديقة ومتنزهة، لكن المؤهل منها لا يفي بالغرض، وهو ما يجعل أمانة العاصمة مطالبة بتأهيل بقية الحدائق والإيفاء بمتطلبات الزوار وتخفيف الضغط على بعض الحدائق التي يحصل فيها الزحام الشديد. وجدنا عدم وجود نظافة نهائيا، المعاكسة والمغازلة توجد بشكل كثيف جدا في هذه الأماكن، عدم توفر رجال الأمن، عدم وجود حمامات نهائيا. هذه المشاكل لو توجدناها لدينا أكثر من 80 حديقة المؤهلة منها فقط التي تعد بالأصابع. مختار الرحبي لبرنامج صدى الأسبوع.